فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز التبرع بعضو من أعضاء الجسم لكافر محتاج؟ نعم، كما يجوز أنك كما أنك تطعمه إذا جاع تحسن إليه، هذا مانع، لكن بشرط أن لا تتضرر من نزع هذا العضو، أن تستغني عنه ولا يضرك، هذا مانع. نعم، والله جل وعلا قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان في كل شيء. نعم.